اهلا بيكم النهارده في تافارانوي ريجنال بارك والشط بتاعها. المكان حلو جدا وفي حتى كمان كهوف شكلها حلو قوي، وفي كهف بنقدر ندخل فيه. كل ده على شط البحر. شايفين منظر الكهف حلو قوي. والمنظر من جوه الكهف المنظر من الجزء التاني من الكهف. هو كهف صغير بس حلو قوي. المكان كبير جدا وفيه أنشطة حلوة قوي. في طبعا أنشطة يعني زي المشي وزي السباحة وزي السيرفينج وزي الصيد وال يعني كل حاجة، أو حتى بيكنيك يعني لو الناس تيجي بس إنها تاخد لانش كده. حلو قوي. المكان ده موجود في شمال أوكلاند، وهي ريجينال بارك ده معناه زي اللي هو محمية طبيعية. فبيبقى المنظر فيها حلو قوي. المنظر تاني من هنا. الحلو في المكان ان في اجزاء الموج فيها عالي قوي او قوي، فالناس اللي بتبقى بتحب السيرفنج تقدر ان هي تستمتع فيه. الناس اللي معاهم اطفال صغيرين في جزء تاني الموج فيه قليل اقل كتير، والاطفال تقدر تستمتع. والشط كله نظيف وحلو قوي. الرملة بتاعته حتى الناس بس اللي هي عايزه تيجي تتمشى على البحر تقدر، لان الرمله يعني نقدر نتمشى عليها عادي. حلوه قوي. في كمان هنا ميزه حلوه قوي ان في اكتر من تراك للمشي حلوين قوي. في بقى من يعني 4 ساعات 3 ساعات، في كمان نص ساعه، في يعني في كذا تراك في كذا منطقة. أول لما بتخشوا الريجنال بارك عند المدخل بعد ما بتركنوا العربية بتلاقوا فيه المعلومات كلها عن التراكس وعن كل حاجة بالخريطة بتاعت المكان بكله. والحمامات بتاعتها هنا حلوة قوي، نظيفة جدا، فالفاسيلتيز اللي فيها حلوة. هنا كان فيه ميه فالمكان حلو. وفي بقى صخور كده في وسط الميه. انا بحاول بس اقرب شوية من البحر عشان تسمعوا صوته تستمتعوا بمنظره.
هنا المنظر كله. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمكان، هو حلو قوي بصراحة. ان شاء الله تيجوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم. المكان في شمال اوكلاند، يعني حوالي 45 دقيقة من النورث شور، او يعني قول حوالي 50 دقيقة من وسط البلد لحد المكان. المكان اسمه تاني تافارانوي ريجينال بارك، هتلاقوني كاتبالكوا تفاصيل المكان كله في الوصف بتاع الفيديو. شكرا لكم، استنوني في حاجات تانية. سلام عليكم.